بشكل عام طبعا بتكلم عن فقرات ما في رياليتي. كيف شفت اليوم؟ كيف شفت الفقرات؟ والله بيني وبينك والله الناس صدق بسعود المري من شعبول يقول هذا ظهر ما هو برنامج يا ولد. اليوم خمس فقرات 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 خلاص يا خلاص. بس طيب الغريب انه بس حتى غضاريف غضاريف لا شوف الفقرات احيانا تجي اعصاب الفقرات احيانا تجي ترفع الرتم يعني المسابقه احيانا يملون مهما كان بس ما عليه. نبغى اقتراحات الان نبي اقتراحات بس قبل الاقتراحات هل غيابات المتسابقين مبرره؟ يا اخي احس ان احنا ضغطناهم بالفقرات ما ادري ليه والله يا ابو عبد الله احس ان احنا ضغطناهم بكثره الفقرات يعني اليوم خمس فقرات يعني احسب معدل 40 دقيقه كل فقره كم تطلع معدل خمس فقرات عند حق رياضيات اضربها في 40 دقيقه يعني على اقل مستوى على اقل وقت. لا ما عندنا فقره 40 احنا نمطها شوي يعني قول ساعه خمس ساعات صح ولا لا؟ والله واجد عليهم واجد لكن مع ذلك يا اخي لا تقدر تلومهم ولا تقدر انك 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 تجعل لهم يعني مبرر معذره في فقرات ما لها داعي ودك يلغونها. اعطني فهد مثل فقره مفلح المشعلي ودك يلغونها. مفلح ما عنده فقرات فقره عادل هيف يعني فقره شباك فهد معيان يقترح الغائها فقره إيه. جمعتنا نعم وفقره ايضا فقره المطبخ والله انها فاشله الغاها غدوه. انا عندي اقتراح امانه كذلك ايش اقتراحي؟ لا خلنا بس قبل روح فهد عندنا فقره الاستاذ وائل الخوادي ودك فقرة وائل انا تصويت شباب سوي إيه؟ يلا خلينا ناخذ شباب بناخذ اعطونا لونج اعطونا لونج ناخذ اقتراح كيف لونج اوت معك يعني اوت لونج اوت لونج بعد انت من يوم استخدمت الفنديشن ما ادري ايش اسمه ذاك وانت متغير ليش اللي حط سعد الكريم الكريم فازلين هو يقولها سعد يقول كريم مو كريم ذا مكياج ابو مزهر صدقني مكياج يا الدنيا سهله غير موضوع طيب اعطونا قبل ابغى اعطونا لونج للشباب شباك هل تؤيدون الغاء شباك؟ أؤيد. طيب لا شباك لا شباك لا فهد مؤيد سعيد لا جمعتنا أؤيد. جمعتنا أؤيد. النقاد يؤيدون أؤيد. جمعتنا أؤيد. انا غدوه غدوه لا فيها تطويل فهد لا دقيقه أؤيد. غدوه أؤيد. حاول ابغى بايد ثالث ساعدني الان أؤيد. انا أؤيد. لا انا ليش نص يد ها لا هذه ايدي انا اعتبرها ايدي يعني أؤيد. ما شاء الله انا أؤيد بثلاث ايات شوف واضح انه مثلث ما حد يستخدم مجبب الا هم طيب شوف غدوه لا اعلم ليش غدوه لان الجمهور اساسا الجمهور هو اساس خراب فقره غدوه يسوون لايك للي يبونه واللي ما يبونه ما يسوون له لايك التحيز طالع من الجمهور فاذا كان الجمهور متحيز فما بالك احنا متسابقين يا اخي حطموا المتسابقين حقيننا يعني المتسابق يا اخي كيف يرقد يا جمهور كيف في المتسابقين كذا يا سعيد والله دمروا نفسيتهم يعني الجمهور الى متى وكيف سبب متحيز؟ دمار نفسيه المتسابقين هم الجمهور سبب دمارهم وغيابهم عن الرياليتي وضعفهم في الاداء وتعكير مزاجهم هم الجمهور الحمد لله هم يعني الجمهور يدعمون اثنين وتركوا الباقي سبحانه وتعالى ما هم متسابقين الحمد لله انا مسينا في غرفه المرايا من يوم بدا البرنامج يجي وما حد يعني والله العظيم 19 متسابق 19 متسابق يصوتون الاربعه يصوتون الاربعه والبقيه لهم الله سبحانه لهم الله يعني ايش نصيحتك للجمهور المتحيز؟ الجمهور المتحيز انا بشتري ان شاء الله وهمي تشتري وهمي عشان لايك ضروري هذا ظلم هذا ضروري فوضح. حرام والله يا اخي كسرت خاطر يا اخي ضروري نطلعهم هم يقولون كسرت انتم كسرتوا خاطر متسابقيننا يا اخي كيف لا يمكن؟ بعض الخطر لا عادي اكسرها دس عليه تنمر عليه عليك من هذا ما هو متسابق لكن مع المتسابقين لا طلع حليله بيطفش من المرايا لايك ازعج ام اهله وازعج العالم كله وارسل في الجروبات لايك سووا وطلعوا طيب والمسكين ذاك طيب هل تعلم ان اللي وصلت لمرحله ان المقدم يصور يقول تكفون سووا له لايك ها من هو هذا الجميع ما يتحرك فريدي فريدي صارت هجمة بعد لازم هو شوف والله أنا كنت خايف عطونا المقطع إذا جاهز خايف من لبس الهندي إنه بيجي وراه أكشن لا الفريدي مقطع فريدي مو جاهز على بال ما يجهز طيب غدوة إيش مقترح لغدوة أنا دائما مع الاقتراحات المنطقية أنا لا أؤيد إلغاء أي فقرة بدأت لكن تقنن في الوقت غدوة يعني كل أربع أسابيع يحطوا مرة إيه لا غدوة الآن مو عندنا أربع حلقات برنامج كله بس خلاص واجد بعد شباب لبيه قطعات احنا صرنا متسابقين ما قلت باش باكستيج طيب. نبغى نلغيها لا لا الفكره الحين المطبخ مو بالمتسابقين عندنا 20 إيه؟ تقريبا كم يحتاجون حلقه يحتاجون خمس حلقات ليش حلقه سادسه لماذا هناك حلقه سادسه عشان المقدمين عادي حط 3-2 وكل ما نقص الايام الغى يوم خلي الناس يعيشون رياليتي يعني ما فهمت يعني مثلا الان نقدر نحط
غدوة من السبت إلى الأربعاء، الخميس ما في. عندنا 5 أيام، ليش تحط حلقة الخميس؟ ليش؟ المفترض أن غدوة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الأربعاء فقط، 5 أيام 20 متسابق، يوم الخميس ألغى. حطوا ملحة. بعد 3 أسابيع ألغى حلقة الأربعاء. خلي الناس يتنفسون. إعادة حلقة يوم الخميس أشوف أنها مناسبة، ما لها داعي. تؤيد؟ اقتراح؟ والله إذا بتلغي يوم فلغ الفقرة كلها كاملة. كاملة. تؤيد؟ فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة. صعبة. فهمت الفكرة. إيه أنت ما شاء الله الاستيعاب عندك بطيء. هو مثل المتسابقين تحس فيه عرق. تحس فيه. ودور علي. انتهيتوا. انتهيتوا. طيب. اشتغلت الإلكترونيات اللي عندكم دي. والله لا تقدر تغلي فقرة أنت وياه. ولا لو في دقرار احنا يا لحظه ما في دقرار ما في دقرار احنا نفتح احنا ولا تفتح ولا نشير الى القرار الحين لا يجيكم رساله على الجروب غير المحور اذا ننتقل الى المقطع الثاني ونشوف عبد العزيز طلع معنا واحد في الكوفيشن روم اسمع انتوا هنا حركم واتساب عين خير سعيد سعيد لا ولا ومفلح بيجي يوم الجمعه اسمع تبغى ولا بلغ احنا نشير الى القمر ولا قمر ولا شيء والله نشير الى القمر لنا من قد احنا دربي لا القمر احنا نشير الى القمر وذولاك انظروا الى اصابعنا ايوه هذه مشكله احنا قد معنا دربي ما عاد نشير الحين بالدربي نشوف القمر وهم باقي مكملين في خطه لا احنا نشير الى القمر والاداره صدقني متى ما كان في مقترح يرفع جيد. من رتب البرنامج ياخذونه وهذه ميزه هذه الاداره بس مو عن طريق فوكس هم شخصين لها معنى شخصين لها معنى طيب شكرا فهد معيال على الحركه شفت الله يشتغل بيس اعطونا مقطع سناب الفريدي خلينا نشوف ونرجع وش سناب الفريدي بعد شوف شوف احنا حظي ما يجي مع عبد الله الفريدي الا انا ادخل في مرايه سب من سب سبق السب التايلاندي ذا جمهور الفريد ايش حالك احنا حظي ما يجي مع عبد الله الفريدي الا انا ادخل في مرايه سب من يا برلي يا ابن الحلال يا ادم فاي انا ما حد سالك وفر ما حد سالك اصبر اركض عبد الله الفريدي هل لان ثامر اخو فيصل خويك عبد الله ايش السالفه جديده هذه يعطي جو سنابه للمتسابق يقول صور ما تصور المتسابقين؟ ما تصور المتسابقين؟ هذا ايش اسمها هذه يا عبد الله؟ هذا في تحيز. هذا ايش اسمها يا عبد الله الفريدي؟ يلا فسر تحيز. عبد الله الفريدي احنا في يوم 43 يعني كم قد حضرت؟ حضرت تقريبا 22 حلقة. هل المشاهدات ايش معنى ثامر؟ ايش معنى ثامر مدعث هو الوحيد اللي عطيته الجوال؟ هل اقدر اجاوب عن عبد الله الفريدي؟ هل انك يوم عطيته الجوال يصور عطيته الجوال لاغراض اخرى؟ هل اقدر اجاوب عن عبد الله الفريدي؟ تفضل اعتبرني عبد الله الفريدي. تفضل. انا والله شوف انا مستحي من فيصل والرجال وصاني على اخوه. وفيصل كان معي في النسخة الفاتت وما ودي أتنقد عند خويي وجوال عادي الموضوع سهل جدا لو صور بجوال الموضوع سهل جدا ولا تصعدون الموضوع أنتو يعني ما حد درى ما حد درى ترو ما حد درى أنتو لا تحطون الناس في ما حد درى صور وراح والرجال يقبلوا العذر عطيت أقبل العذر عطيت أنا أجاوب عن عبد الله الفريدي سالفة مدري مين جبتها أنا أقبل عبد الله الفريدي هذا تحيز ما يبقى له واحد اثنين والله تحيز إحنا في يوم 42 والمقدمين واضح عليهم انه ممنوع ممنوع تصور ممنوع تصور متسابق ممنوع ممنوع تعطي متسابق الجوال ممنوع 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 طيب لحظه انا اقرعني سعيد امانه اتمنى المتسابقين يستفيدون من سعيد شوف كيف اقنعنا ومنطقي حتى لو كان يهبد بس هبد مطنق منطقي ما هبد يا غالي ما تنبرش انت وياه وانت دخل مسبحة تقيد تقول مسبحة ساحر دخلها في جيبك ما تجيبها وانت تخرب ام البرنامج وانت عادي يخرب كذا والله شوف انا الحين ابي استتر من فهد لا جالس ولا تكفين يا ام فهد رساله ثانيه احنا هو ضبط 10 ايام شفت والله احنا بنحاول والله ما يحركهم الا الواتساب هذول كل الناس يحركهم تويتر الاثنين دول يحركهم الواتساب ايش اسوي امن بالله يعني انت على اساس ما يحرك الواتساب دي رساله واتساب ما عاد تجي القناه لا انا ما اخذ انت انبلت سافعل وساهدد وساحجم الناس شوي لو واحد مرسل لك اهداء خلاص غير المحور سعيد انت قاعد تصدق يقلل من نفسه وهذا انا اشوفه غير منطقي حجاك حجاك لا انت قلت وياه بس انا اتكلم عن فهد لان فهد انا لاحظ لسان فهد معك لسان فهد معك ايه انا المقدم اعطاك لسانك المحور هذا ما افتحه حتى ما له داعي سعيد تفتحه قال رد عني انا ارد انا هنا مقدم الفقره سعيد مقدم الفقره مدير الحوار مدير الحوار مدير الحوار بس ماك دخل منه مره هو يتكلم عن هو يدير الحوار هبل ربي لسانه ارسلت على الواتساب مدير الحوار ارسلت على الواتساب قلت رد فكري منه طيب عورنا الصوره بتطلع على الشاشه والله اذا حننبسط كذا اسعد الله ان كل اسبوع استبعاد
الله ان شاء الله. من هذا بعد؟ جمال. هذا الاستاذ الكبير حسين البيت. عبد الله الشهراني تخصص جوالات وكاميرات، يعني طالع في الكاميرا كثير، يمسك جوالات كثير. برضو رجعنا سالفه المقدمين والجوالات. لابد ان يكون فيه صراحه، لابد ان يكون هناك وقفه حازمه امانه، لا تعليق امانه. وين الواقعيه في الموضوع؟ اذا المتسابق ياخذ جوال تفضل. ليش ليش نلعب على الناس ونقول ما في جوالات؟ ليش في كل برنامج احنا نمنع من التصوير وغيرنا يصور؟ يلا اجب نصور بجوالاتنا. ها سهل. لا احنا نبغى تفاعل زينا زي لا شفت انا عندي نظام الاخير هو من الاخير ابغى تفاعل انا زي فريدي زي اسمع فهد استاذ حسين زي وائل خواجي صور شي ردك والله صور بس اذا صورت انت بيجي قرار منع جماعي انا عارف ايه لاني فهد طيب فيه في مقطع عبد الله ايضا اليوم ابغاه لا